تتواصل انطلاقات أشواط صباح هذا اليوم مشاهدينا متابعينا الكرام في هذه التحديات وفي هذا الانطلاق وفي هذا التواصل الشيق والجميل على أرضية ميدان المرموم. الشوط 11 الذي أعلنت بداية انطلاقته في هذا الأداء وفي هذا الاندفاع. هنا التواصل في سن اللقاية في صباح هذا اليوم بالأثار والحماس في ميدان المرموم ليحمل لنا هذه التحديات ويحمل لنا هذه السيطرة وهذا الاندفاع الشيق والاندفاع القوي على أرضية هذا الميدان. نسير مع انطلاقة هذا الشوط الخاص بالجعدان المحليات الأصايل يتقدمهن ويقودهن على مقدمة الشوط حبشان خليفة بالضبيب. خليفة بالضبيب بن خليفة الخيالي الذي يتقدم على المركز الأول ويقود المشاركين، بينما حشيم في المركز الثاني، حمد بن يمعة بن خادم الرميثي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتواجد فيه مطفي يندفع مطفي وراشد بن علي بن خليفة الرميثي على المركز الثالث، بينما المركز الرابع رابع المراكز مشغل في هذه اللحظات سالم بن سيف بن غدير العرياني ياتي في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع على المركز الرابع، بينما المركز الخامس في هذه اللحظات غزيلان تعود ملكيته في هذه اللحظات عبد الله بن حميد بن كعيب الفلاسي على المركز الخامس. أما المركز السادس شوف الدخول على السادس المراكز في هذه اللحظات مفوض تعود ملكية الأحمد بن محمد بن كراز المهيري يتدخل، بينما المركز السابع هناك التواجد في هذه اللحظات من قبل حشيم محمد بن سعيد بن سليم بن سعيد الكتبي الذي ينطلق، بينما المركز الثامن وصل فيه حشيم ومطر بن عيد بالكوس الفلاسي، وتاسع المراكز نجد ونايع بن يمعة أو مانع بن يمعة لغويص السويدي، بينما المركز العاشر في هذه اللحظات هملول محمد بن سعيد بن عبيد الحميري. هكذا العشر المراكز الأولى انتهينا منهن في هذا المسار وفي هذا الانطلاق. نسير مع حبشان الذي يقود المشاركين خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي، خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي الذي يقود المشاركين ويندفع بالمركز الأول ويسيطر. أشكرك يا بن نصيب على هذه المشاركة، ومع حبشان مولع في مسار هذا الشوط بالأداء الجميل والرائع. خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي يقود المشاركين مع حبشان ويتحدى المنطلقين. مطفي شوف الأسماء حبشان ويأتي مطفي ما شاء الله هناك مع نيران حبشان والأطفاء موجود مع مطفي في هذه اللحظات. راشد بن علي بن خليفة الرميثي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث حشيم أم وحمد بن يمعة بن خادم الرميثي على المركز الثالث في هذه اللحظات. أما المركز الرابع تواجد لمشغل في هذه اللحظة سالم بن سيف بن غدير العرياني على المركز الرابع، ووصل بن كعيب في خامس المراكز غزيلان عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان الذي ينطلق في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما المركز السادس هناك التواجد من مفوض لأحمد بن محمد بن كراز المهيري في هذه اللحظات، بينما التواجد لنجد نجد نجد مانع بن يمعة بالغويص السويدي يتدخل في هذه اللحظات، ووصول من حشيم مطر بن عيد بالكوس الذي ينطلق في هذه اللحظات. يلا يا بالكوس روح مع الفورم هناك ومع المراكز الأولى. هملول وابراهيم بن خاطر بن هاشل الشامسي يتحرك كذلك. هذه الأسماء المتقدمة، هذه الأسماء الجميلة، هذه الأسماء الرائعة في أرضية ميدان المرموم في هذا المساوى في هذا الانطلاق. يا سلام نسير
مع المراكز الأولى، نسير مع التقدم هناك ومع المركز الأول. يا سلام، السيطرة على المقدمة والأداء الشيق والجميل، ومسيطر حبشان. حبشان خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي على المركز الأول، مسيطر الخيالي من البداية، مسيطر الخيالي ويقود مسار هذا الشوط مع حبشان، مع حبشان الذي يسيطر ويندفع بالمقدمة، بينما مطفياتي في المركز الثاني وراشد بن علي بن خليفة الرميثي على ثاني المراكز، وحشيم في المركز الثالث، حمد بن يمعة بن خادم الرميثي على المركز الثالث والمركز الرابع. بدأ التحرك في هذه اللحظات من مشغل وسالم بسيب بن غدير العرياني، واصل العرياني، وكذلك وصول من مفوض أحمد بن محمد بن كراز المهيري يتقدم في هذه اللحظات، وصول من حشيم مطر بن عيد بالكوس الفلاسي. يا سلام يا سلام، الأمتار الأخيرة هناك، نروح مع المراكز الأولى، مع الانطلاق الأول، مع هذا الاندفاع. وحبشان يا حبشان، حبشان على أرضية الميدان، حبشان يقود الأداء بهذا الأداء الفنان، بهذه الانطلاقة الرائعة. الكيل والأخير والخطير، وحبشان غادرة غادرة برقص جميل. أشكرك 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 خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي، الخيالي الخيالي الذي يقدم حبشان من البداية، وهو سار راس، سار بهذا المسار، سار بهذا الأداء. ما شاء الله، أداء جميل، ويكد سرعته، يكد أصالته، يكد أنه ما شاء الله أداه وانطلاقته رائعة من البداية. يا سلام، هذا حبشان خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي، الخيالي، الله يا الخيالي على هذا الأداء الجميل. انفراد ما شاء الله، وانطلاق جميل ورائع، وأداء وانفراد بالمركز الأول. المركز الثاني هملول إبراهيم بن خاطر بن هاشل بن عبد الله الشامسي على المركز الثاني، والمركز الثالث معك عندك يا بن كراز. يا سلام، المركز الثالث مع أبو منصور، ولكن نعود مع المركز الأول، نعود مع حبشان. والسلامات، السلامات وين يا رعم صيحة؟ نتهانينا عموما على كل حال. سلام يا هالي الخزنة، سلام يا هالي الخزنة، خزناوي السلام مع حبشان خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي. تهانينا لك يا الخيالي على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. سار راس وانهى راس بأداء جميل وانطلاق رائع. تهانينا خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي على هذا الفوز، بينما وصل في المركز الثاني إبراهيم بن خاطر بن هاشل الشامسي، والمركز الثالث اللي هو مفوض لأحمد بن محمد بن كراز المهيري، المركز الرابع نجد مانع بن يمعة الغويص السويدي، والمركز الخامس، المركز الخامس مشغل سالم بسيب بن غدير العرياني. نعود مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا المسار والأداء الجميل الذي حبشان خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي. 7:41 وستة أجزاء من الثانية، أفضل توقيت في هذا الصباح. ما شاء الله، قلت لكم أن أداه جميل وانطلاقه رائع. سلام الخزنة، سلام في هذا الصباح الجميل على هذا الأداء، وتهانينا يا خليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي على هذا الفوز وعلى هذا الناموس. المركز الثاني حقق أداء جميل هملول إبراهيم بن خاطر بن هاشل بن عبد الله الشامسي، حقق توقيت زمني 7:45 وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث مفوض وصل في المركز الثالث مشاهدي الأعزاء أحمد بن محمد بن كراز المهيري 7:56 و 46 عفوا 46 ثانية وجزء واحد من الثانية. تتواصل الأشواط مشاهدينا الأعزاء، يتواصل اللقاء بحضراتكم.